اجري على المخزن جهز طلبية الصابون على ما ادفع الفلوس فوق في الخزنة. مش هتلحق الساعتين الا خمسة. ليلتنا بيضة. غور يلا هم. مساء الفل يا فل. فلوس ايه قبل ما الخزنة تقفل؟ حيوان مشهور بالغباء وله اذنان طويلتان. سيد قشطة. طويلة. يا استاذ. ايه انت مش شايفني مشغول؟ انت حمار؟ الحمار الحمار يا حسين يا سكر. جدع يا حمار يا حسين يا سكر. معلش. حمار. مقبولة منك. طب استلم بقى. دقيقة واحدة. عينك قال عينك دي فلوس ناس. ربنا يغنيها من فضله يا استاذ فكري. عيب واحد وش الحاجات دي. نعم. الفولي بيجهز الطلبيه وادي فلوسها. هتفضل طول عمرك تشيل فلوس غيرك كالحمار يحمل اسفارا. ما هو حضرتك برضه يا استاذ فكري صرف على فلوس غيرك. ما انا كمان احمر منك. لا يا حبيبي الورق ده ما ينفعش. فين امضه مدير المبيعات؟ فين امضه رئيس الحسابات؟ هنا في نظام في روتين. اتفضل. وحياة غلاوتك مش هقدر اشوفك قبل اسبوع. احمد بيه احمد بيه لو سمحت. لا 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 ما تعيطيش يا ستي حاضر. هشوفك بعد 3 ايام بس مش اكتر من ربع ساعه. انت عارفه ان انا محجوز. الخزنه هتقفل يا استاذ. يا اخي يا اخي خلي عندك ذوق. اسيب البنايه اللي هتموت روحها من العياط عشان امضي لك؟ اعوذ بالله ده انت ممل. معلش. هات. ايوه بيبي. ترج الإزازة قبل الاستعمال. شفطة واحدة وما تقولش لعدوك عليها. انت متأكد؟ وشرفك يا سعادة البيه. لولا الإزازة ديت ما كنت قدرت تتجوز نسوان التلاتة اللي على ذمتك. كده ما ينفعش. ما رجتش الإزازة. ترج. ترج لا قوي. رئيس الحسابات. وشريف بيه ماله؟ مفيش. اصل بيرج الدواء. تعالى عليا شويه بقى. روج تاني يا بيه. يا فكري بيه. نعم. ها خلصت الاجراءات؟ كله تمام. والفلوس عدتها؟ عدتها. والكسور والملاليم والنكل؟ تمام التمام. عال برافو عليك يا حسين. فوت علينا يوم السبت يا بيه. طب 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 خلي الفلوس عندك. يعني لازم تستلم الصابون النهارده؟ النهارده الخميس يا بيه وناس تحب تستحمى صباحيه الجمعه. متهيألك. انا شخصيا بتشائم من ليله الجمعه. ليه؟ مش لاقي صابون؟ لا اتولدت فيها بس. ابو الافكار. ايه؟ ايدك على جوز جنيهات. ايه؟ مصاريف عزوبيه بقى انت عارف مقابلات عزومات. طب ما تسترخص وتتجوز. اتجوز؟ انت ما سمعتش جحا قال ايه عن الجواز؟ قال ايه؟ قال الله يجازي اللي اتجوز قبلي وما نصحنيش واللي اتجوز بعدي وما سالنيش. هاتهم بقى. خدهم من جحا. سعيد عم شريف. سعيد يا فكري. خدهم من جحا. بص عليك. صور يا شريف اطلب من فكري 2 جنيه سلف. وما ادانيش. ايه ده؟ مش معقول. والله يا راجل جبان. انما انت بقى طبعا في فرق كبير بينك وبينه. اه طبعا. هو جبان. طبعا. انا بقى اجبن منه. المدام مشيت عم صالح؟ لا بيه موجوده. طب لو سمحت تنده لها. يا عندها حفله يا بيه. اتفضل. شكرا. أول درس هنبدأ فيه حرف بحرف وقولوا معايا.
شوفوا الشاطر ده 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 ويا كتاب اللي سهران واللي ذاكر اول باول اخر السنه حيكون كسبان ونغنيله يا هدى. برافو احسنتي. عجبتك؟ تجنني. يلا بقى يا حبيبتي روح. ما اقدرش ده انا المسؤول عن الحفله. طب هنستنى للساعه كام؟ بكتير للساعه 5 ونتاخرت 5:30 ونطلت بقى تبقى 6 لكن لازم نمشي قبل 7. لكن انا جعان جعان يا هدى. استحمل لحد ما نروح. ها حفلة طعمة يا فندم. ايه اللي في جيبك ده يا استاذ؟ يا نجدة الحولة من فضلكم حرامي في المدرسة. طلع اللي في جيوبك. اتفضلي. دي محفظتي وده منديلي. الحرام اهو يا أبلة. وده حجاب الحصن الحصين. طلع اللي في جيوبك البرانية. عن اذنك ما يصحش كده يا أبلة. ده جوزي الاستاذ فكري، ده راجل محترم ومش ممكن يكون مخبي حاجه في جيوبه. اتفضلي. معلش يا ست هدى، ربنا يتوب عليه. جعان جعان. تقوم تفضحني في المدرسه؟ امبارح نايم من غير عشاء والنهارده فطران ب 12 حبايه فول، عدتهم بالواحده. امال انا متجوز ليه يا عالم؟ ايوه كده اعترف، طلع اللي في قلبك. يا هدى يا هدى، هو الراجل بيتجوز ليه يا استاذ؟ الكلام ده كان زمان ايام ما كانت الست جاريه في البيت. النهارده انا بشتغل زيك وبدفع زيك. طب اهتم بيا شويه شويه صغنطاطه قد كده. اكتر من كده؟ ده انا مموته نفسي، بشتغل في المدرسة ودروس خصوصية في البيت. يا حبيبتي مش قصدي مش قصدي، يعني لقمة حلوة من ايديكي، صينية مكرونة بالبشاميلي، نفسي الغوص. يا حبيبي استنى الاجازة وبلغوص زي ما انت عاوز. دلوقتي بقى صبر بشوية الشوربة اللي على النار دول. امر لله. طب اتفضلي بقى غيري هدومك عشان نخرج بعد ما نتعشى. نخرج؟ نخرج فين؟ النهارده الخميس، فسح نفرفش.
الله الله الله، استنى انت وهي، مصع عرس مش من هنا. احنا جايين ناخد الدرس يا أم. النهارده اجازه، تعالوا بكره. الله يا خبر، نسيت اقول لك. ايه؟ متاسفه يا حياتي، اصل دول بتوع سنه رابعه ولازم ياخدوا الدرس النهارده. خليهم لبكره. بكره عندي سنه خمسه يا حبيبي. اللي بعده عندي سنه سته يا روحي. طب اعتبريني في الروضه، انا خارج. والشوربه اللي على النار، اديها لهم حصه في تكبير المنزلي. انا خارج. الله، انت مالك يا جدع انت؟ ايه جاي دخلك في حاجه زي كده؟ انت كمان اوعى على حد، ايه اللي جابك هنا؟ اوعى على حد. ادي اللي كنت عامله حساب كل ما يجي الشغل يعمل ازمه. اعذري بيغير ده هيجنني، مش عارفه اعمل ايه. سيب الشغل، يبقى يا اما ما ندفعش ايجار البيت يا نعيش من غير اكل. خليك مطرحي. يا ريت، ما كنتش اخرج من اوضه النوم ابدا. هيحصل قريب. الليله؟ لا، لما بيت الازياء تعرف ان جوزي بيبوظ كل عرض بعمله. اخر مره. كل مره بتقول كده. بالشرف عمري ما هعملها. يلا بقى، في صحه شهيره اجمل عارضه ازياء في العالم. ايوه كده اضحك يا شيخ. ده النهارده الخميس ودي ليله مفترجه عند موظفين الحكومه. بتقول النهارده الخميس؟ وبكره الجمعه. لازم انام حالا. مستعجل على ايه؟ ما احنا هننام. انا بس اللي هنام، عندي شغل بكره. شغل شغل، هو الشغل ده اهم مني؟ هنرجع تاني للكلام اللي ما منوش فايده. ما هي مش عيشه دي. احنا متفقين على كده من قبل الجواز. بس يا شيخ النهارده الخميس والحسنه حلال. تصبح على خير. وكمان مش شارب. وكمان مش هاخد الدواء. ايه ده؟ خميات واكل. يا جماعه يا اللي فوق، ما ترمونا الست اللي عندكم بالمره. انا لسه ما طلبتش. بنمسي يا استاذ فكري. بتمسي ولا بترشي؟ دي ممنونيه. بلا ممنونيه بلا كمونيه. النهارده الشاي بكره هيبقى السجاير بعده 5 جنيه وساعتها الخزنه تتفتح لك بعد الميعاد. شيل الشاي حالا. احنا مش في كباريه؟ بتفتح لي الشاي حضرتك؟ العب يا اف. ليلتنا بيضه. سعيده.
مالك؟ تعبان تعبان والله يا فكر. بختك يا عم هنيالة. اعمل ايه بس يا فكر؟ مراتي اتعودت على وجودي، عايزك دايما جنبها. لو بعدت خطوه عنها تفكر انها تنتحر. حكمه ربنا. انا عكسك بقى، مراتي هي اللي تطبخ وانا اللي اتكيف. بقى انت دلوقتي متكيف؟ الاكل هيبص من عيني. انا زيك بالظبط. يا اخي ده احنا متجوزين ستات. لكن ايه انت هتقول لي ده ايه السعاده اللي احنا فيها دي؟ ده احنا اهلنا داعيين لنا يا راجل. انت كذاب. يعني انت لسه دي فكري؟ احنا متجوزين اندل ستات في العالم. انا نسيت شكل الطبيخ يا شريف. طب انت نسيت شكل الطبيخ. انا بقى نسيت الطبيخ نفسه. والاسم متجوزين. هبختك يا احمد. اهو ده بقى اللي ايده في جيب غيره، حر زي البلبل بيتنقل من شجره لشجره. يا جميل انت مستعجل، انت باين عليك رياضي. طب احصلك ونتكلم؟ ها؟ طب كلمة واحدة؟ نص كلمة؟ طب حرف واحد؟ خش معايا المحل نقي لي جزمة بدل اللي دابت من كتر المشي وراك. ايه؟ مش عاتقك. طب علينا نتعرف. انا احمد متولي، عندي 28 سنة وموظف درجة 5 وعندي شقة بالديكور. اما عليها حتة ديكور تحب تشوفي؟ اخ يلا. ها كفايه كده ولا انتهلك البوليس؟ لا كفايه كده. انتوا ما عندكوش ولايه. لا بقى لا تعالى بقى يا بوليس يا بوليس. ايه ده؟ مالك يا احمد؟ جاي منين؟ مش هتصدقوا. لا قول، ما احنا هبل بنصدق اي حاجه. طلعت الهرم اتفسح، رجلي خدتني عند الشاليهات، يا دوب بعدي من اول شاليه باب اتفتح وايد شدتني لجوه اتلهفت. واحده ست؟ امال واحده راجل؟ قعدت معاها ساعتين. ساعتين؟ ده انا في الوقت ده اكل حلب كوسه. قول خرجت وبعدي من قدام الباب التاني اتفتح وايد لهفتك لجوه. الله، انت كنت معايا؟ كمل كمل. ست شاليهات، كل شاليه انقح من اخوه. هي الحته فيها كام شاليه يا احمد؟ يجي 20. طب ما تجيب واحده يا اخي. ايه اللي رجعك بدري؟ جريت الحق المواصلات وقعت. ست شاليهات وانا اللي نفسي في واحد شاليه. حظوظ. الحاجات دي ما فيهاش حظ، دي حرب بين الراجل والست، عايزه تكتيك عشان تكسبها. طب ما تقول. ده احنا زملاء يا اخي. الستات في عصر الذره بتحن لعصر الكهف، لما كان الراجل يجرجرها من شعرها ويرميها في التراب. بتحب القسوه، بتحن للعنف، بتموت في التعذيب. قسوه، عنف، تعذيب. فين؟ عكه. ايه؟ قصدي على البيت. مروح. خدني معاك.
اللي خلاك تخبى عننا حكايه العصر الحجري دي؟ ده انت مصيبه. ادفع انت حساب. رجعت بدري ليه؟ بلاش هزار سخيف. ايه ده يا مجنون؟ ايه ده؟ في شعر يا متوحش. مرموش انا بالقسوه. الله الله بالعنف. الله بالتعذيب. ايه ده؟ سيبني سيبني يا متوحش. اوعى. وكمان كسرت الصيني؟ اتفضل بقى قوم اكنسه وامسح مطرحه وبشتري غيره من ماهيتك. قليل الذوق. متوحش مجنون. هي طريقة تنفع بتوع العصر الحجري، بس ما كانش عندهم صيني يتكسر فوق دماغهم. صحتهم كويس؟ طيب. الاقيش عندكم فرنساوي؟ يا شيخ اتنيل، احنا لاقيين سجاير عربي. خير. عيني برد على سعادتك. الظهر الدواء خلى حضرتك تسوي الهوايل. تحب تشوف بنفسك؟ ابعد من وش الراجل انت احسن لك. صباحنا نادى يا استاذ فكري. نادي معفر اهو كله محصل بعضه. فلوس ايه؟ شايفني بفتحها؟ ما تصطبح. طيب تشيل السكينه دي. القرف. مشيني وحياتك يا استاذ فكري. على مالك على مالك. صباح الخير يا جماعه. هو انت اللي يعرفك تشوف خير ده؟ بهدلتني وقلت امتي. مالنا احنا ومال العصر الحجري؟ مالنا انتوا عصر حجري؟ على مهلكم. هو الستات ما تجيش غير بحاجه من اتنين، يا العنف يا المسايسه. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح النور. قول لي يا دوبل. أيوة. هي مراتك نوحة ايه؟ غلف يا ابن عمرات يا استاذ احمد. انت فاكر ايه؟ يا راجل بلاش سوء فهم. انا قصدي بتخاف منك. تخاف مني؟ انا اول ما ابص لها البصه القله تقع من ايديها تغير هدومها على طول. هي بتشتغل؟ فشل. مرتب بلا. شايفين؟ الست اللي محتاجه لجوزها بتخاف منه. طب واللي بتشتغل بقى؟ تستعفه؟ ايوه، علشان مش محتاجه لفلوسه، لكن محتاجه لرقته، لحنانه، لكلامه الحلو، اللي مفيش ست في الدنيا تقدر تعيش من غيره. الو؟ طيران الشرق الاوسط؟
ده انا اللي حطير من الفرحه عشان سمعت صوتك. اهلا يا روحي. الله طبعا فاكر الميعاد الساعه 7. ايه ده قليل الادب. ده شيء اكيد 100% عارف، بس مش ممكن تكوني بتحبيني قد ما بحبك. باباي. من كلمة واحدة فرهضت في ايدي. هنيالك يا عم. ناس ليها بخت وناس ليها وناس ملهاش خالص. يا خبر، ده انا نسيت ميعاد عزيزة لازم أأجله. الست محتاجة للرقة، للحنان، للكلام الحلو. ايه الشياكة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ده انا متجوزك بحلاوتك دي كلها لوحدي؟ الله، انت ايه حكايتك؟ بحبك. بتحبني ولا عامل عاملة؟ انا ما عملتش حاجة. لا يا استاذ، ما هو انتوا كده يا رجالة، الواحد منكم ما يجرش نعم مع مراته غير لما يكون لعب بديله برا البيت. انا ملياش ديل. من غير لف ودوران، رحت فين النهارده؟ ايه ده؟ انت ريحتك برفان. ايوه برفان من عندي. كداب، قول لي عملت ايه بره؟ ما هدى، هو جرى ايه يا هدى؟ اوعى، مش عايز اشوف وشك. عيب يا هدى، انت حبيبتي. انا مش هكلمك الا اذا اعترفت لي بالخيانه. الله، انت مجنونه. طب اتفضل روح للي كنت عندها. لو خرجت مش هشوف وشي تاني. اعمل اللي يعجبك. طيب طيب انا خارج. انا خارج يا حبيبتي. الذوق، الرقة، الكلام الناعم، الله يخرب بيتك اللي كنت السبب. تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. شهيرة، شرشر، ناوليني ازازة مية من التلاجة. 49، ما اقدرش اقطع التمرين، هاتها انت يا شريف. طيب. الله. اديني اتنيلت وقعت. انت ما عندكيش ناحية الذوق ولا الانسانيه. لا 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 لا، مش كده، خليك ذوق حنين عاطفي. انت بتزعق بتقول ايه؟ ولا حاجه حياتي، كنت عايزك تيجي تضحك عليا لما وقعت. منظري عاطفي جدا. ستة وتسعين. شرشر، زر القميص مقطوع. وحياتي خياطه، انت على باب مخلص. اي 98. ومال اخيطه؟ 99. احنا لازم نساعد بعض. 100. اي مش هتحضر لنا الفطار بقى؟ انا هاخد دش. جهزه انت يا حبيبي والنبي. ها، او ماله حياتي، اجهزه. ما عندكيش غسيل كمان اخده في همين بالمره؟ ما تحرمش منك. وانا عارف على كل حاجه بنفسي. امسك اعصابك، خليك رقيق لطيف ظريف. حاضر يا سي احمد، اما نشوف اخرتها. نعيم انا روحي. اتفضلي. بالهنا والشفا. ايه الرئة دي كلها؟ ما تقعد. الحب ينطق الحجر، وانا كنت حجر، ولا مفيش داعي نجيب سيرة الحجر دي. المهم انا بحبك. يعني مش هتزعل مني لو قلتلك؟ لا لا لا، ابدا ابدا. ايه اللي هيزعلني؟ مش استنى لما تسمع اللي هقوله. هتقولي ايه يعني؟ هتتعبي نفسك ليه؟ الشفاف دي ما اتخلقتش للكلام، دي اتعملت مخصوص علشان
عشان شريف انا مسافرة. ترجع بالسلامة يا حبي. دول 15 يوم. نعم هسافر طوكيو اليابان. طوكيو؟ وتسافري ليه طوكيو؟ تطلع بنت مين في طوكيو؟ ما تتصورش انا فرحت قد ايه لما اختاروني انا بالذات، ده يعتبر نجاح ليا. وانا هستفيد ايه؟ هو انت مش جوزي ويهمك مصلحتي؟ ومصلحتي انا؟ مين هيخدمني؟ هو انت متجوزني عشان اخدمك؟ لا يا استاذ، الكلام ده كان ايام جدي وجدك، لكن دلوقتي انا بشتغل زيك ومسؤوليتي اكبر من مسؤوليتك، ويا سافر يا اتطلق. مش هطلقك ومش هسافر، مش هسافر. خليك رقيق ظريف لطيف يا شيخ. تنيل انت الاخر. ماما ماما حد في الدنيا يزعل عشان مراته مسافره اليابان؟ عايز الطلب اهو. انت عامل زي اللي جايله خير ويقول يا رب نجيني منه. يا احمد انا مش زيك، انت تعرف بدل الواحده الف، لكن شهيره مراتي هي كل ممتلكاتي. ممتلكاتك؟ طب ما تأجر. يأجر؟ يأجر ايه؟ هو متجوز بسكليته؟ مالها البسكليت؟ اهي رياضة؟ تربي العضل، تريح الأعصاب، وتهديها. دي خيانة. أنت فاهمني إن أنا زيك دايرين على حل شعرنا؟ يا سيدي حبيت جراشة عندك، مش مراتك مسافرة؟ والجراش فاضي؟ أنا اللي يمكن أدخل بيت جراثيم زي دي. بلاش، نأجر شقة. أنا لا يمكن أوافق على حاجة زي دي إلا إذا الشريف وافق. أنا موافق. وأنا موافق. لكن هنلاقي شقة فين؟ ده السكن دلوقتي نار. نص تحسين هيتصرف. لا لا لا، بلاش الراجل ده. ده بيبرم البلد طول النهار، وأكيد يعرف المستخبي. تعالى يا اسطى حسين. فكري، أنا خايف. وأنا كمان خايف. جمد قلبك أنت وهو. حياتكم لازم يبقى فيها تغيير، فلفل شطة، حياتكم غلط. مرحبا. اقعد يا اسطى حسين. العفو بيه. قول لي مبروك يا احمد. مبروك يا احمد. لا 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 لا، انا اقول احمد انت تقول احمد بيه. قول مبروك يا احمد بيه. انا خلاص هتجوز. يا الف نهار ابيض، ده الجواز نص الدين والشقه النص التاني، واهل العروسه المغفلين مصممين ان بنتهم لازم تتجوز في شقه ولو مفروشه. همتك معانا بقى تدور لنا على شقه يا حسين. ويا بخت ما نوفق راسين في الحلال. لا ده انا ابن حلال قوي قوي. هتشيل النص ده سكر. يا سكر انت. كله هيضرب جرس عجل. النبي انا مش هدفع الشاي ده. ايه رايكم بقى في الصالون؟ وده المطبخ. وده الحمام. ده بقى الجراج. شقة حلوة بس غالية. ليه؟ ده كل واحد فينا بيدفع على القهوة أكتر من 10 جنيه اللي هيدفعهم هنا. أيوة بس أنا بدفعهم المصروف كل يوم اللي بتديهولي مراتي. وأنا كمان، المشكلة عندي أجيبهم مجمدين إزاي؟ أقول إيه لمراتي وأنا بديها المهاية أول الشهر؟ ده مرة خليت ناكل الشارع بيتنا عشان وقع مني شيلين. طب اسمعوا، مش كل واحد فينا جايله علاوة أول الشهر؟ آه 7 جنيه. سكوا عليهم، وبقولوا كمان الأوفر تايم اتلغي. صح. لا أنا مش موافق. بصراحة مفيش حد في عيلتنا بيكدب على مراته. تحتفلوني ليه؟ أنا ماشي. استنى بس يا أخي. ما توافق ما تبقاش غبي. طيب زي بعض. بس يكون في علمكم، لو رحت النار عشان كدبت هقول إنكم كنت معايا. من غير ما تقول هتلاقينا هناك. اتفقنا. من بكرة الصبح كل واحد هيستلم المفتاح. أنا بقى هاخد السبت والحد. لا. الحد مراتي عندها حصتين إضافي. ممكن استغلهم. يوم الخميس ما حدش يهوب ناحيته، انا بستعد له طول الاسبوع. هو الخميس عندكم يوافق التلات عندنا؟ انا اللي هروح. روح فين يا فكري؟ نروح النار يا سياده المدير. عايز يا فندم نروح الجمعيه يا فندم. جمعيه ايه؟ جمعيه مكافحه الرذيله يا فندم. احنا اعضاء هناك. يا ريت تشترك معانا في الرذيله في الجمعيه يا فندم. يا ريت يا ابني. البركه فيكم. اديني يا فكري بيان بالسيوله النقديه اللي عندك. دي واحده تكون جاهزه. قلنا بالميزانيه بتاعت فبراير. طيب يا فندم. اتفضل يا سعادة البيه. الموجود في الخزنة حاليا لحد الساعة 12 و12 دقيقة و12 ثانية حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى حضرات المديرين خارجها مراعاة فروق التوقيت. اتفضل يا سعادة البيه. فكري أنا معجب بيك جدا وبنشاطك وبهمتك. الله يخليك يا فندم. إيه ده؟
عنده شيء. كلمات متقطعة مش كده؟ ايوه بيه بس ومين بيحلها؟ انا يا فندم. عظيم؟ طبعا حليت مسابقة النهاردة. ايوه يا فندم. تقدر تقول لي اسم مغني فرنساوي بيلبس بدلة رمادي وبيلبس نظارة؟ مغني فرنساوي مغني شوكوكو شوكوكو. اصلي مش عارف احل المسابقة دي من الصبح. احنا خلاص رتبنا الجراج. نعم. ناقص بقى الموبيليا. نعم. حد قالك انها دلالة؟ لا ما اقصدش يعني، بس انت خبير قديم في العفش. يا سيدي العفش مال الشوارع، انت تنقي اي كنبة تعجبك، الزق لها، البدلها. بجد؟ تسيبهاش الا لما تميل دماغها. طيب. ازاي يعني يا احمد؟ ايه؟ يعني الواحد يقول لها ايه؟ يقول لها يا جميل يا قمر ما تيجي نشرب شاي. بس كده؟ ما قل ودل، بس البد. بسيطة. يا جميل يا قمر ما تيجي نشرب شاي. دي سهلة قوي. يا جميل يا قمر ما تيجي نشرب شاي. انت وبعدين معاك؟ عايز من ايه بالظبط؟ نشرب شاي ونحبس بشيش. انت ما تستاهلش اني ارد عليك، هخلي اللي من مقامك يتفاهم معاك. جمعة؟ جمعة؟ كيسك هلي، كيسك هلي جمعة. هو ده جمعة؟ يلا ما تسيبوش قدو. يا خرابي يؤمر بحاجة؟ ده انت اللي تؤمري. تحت امرك انا والشقة ومفتاح الشقة. مش مصدقها؟ ما تيجي افرجك. ما تيجي. مش هتندمي ابدا. اشوفك امتى؟ الليلة بعد التشطيب. فين؟ استناني عند باب المحل الوراني. وانت اسمك ايه؟ كريمة. يا كريم يا رب. كوباية لبن. استنى عندك جدع انت. ايه في ايه؟ تعال معانا يا نص. انا مالي؟ دي وقعت منه. وقعت منه ولا انت اللي ما لحقتش تجري؟ خدها. انا مالي؟ خليها معاك. امشي. امشي اروح فين؟ انا مستني واحد صاحبي. امشي بلاش غلبة. استاذ المحترم ده العيال شعب تايب. انت هتيجي ليه؟ معايا المفتاح اهو. وبعدين اخ كريمه لما يجي، قصدي الاستاذ كريم لما يجي. يعني ما تعرفوش؟ والنعمه الشريفه يا سعاده البيه ما اعرفه. طب وايه اللي يخليك تقف في الشارع في ساعه زي دي؟ كنت مستني واحد صاحبي. اسمه ايه؟ كريمه. قصدي كريم. ما تاخذنيش يا سعاده البيه، اتلخبط اعصابي تعبت. احجزوا عسكري لغايه ما اتحرى عنه. ولزومه ايه التحري يا سعاده البيه؟ مش سيادتك شفت البطاقه؟ جايز مزوره. لازم نسال عنك في الشغل. لا الشغل بلاش، هتفضح. ده انا راجل محترم، ده انا عندي شقه. المفتاح اهو يا سعاده البيه. ابرد على حرام الشنطه يا سعاده البيه. الحمد لله. بذمتك يا سعاده البيه انت تعرفني؟ ابوس ايدك اتكلم. سيادتك شفتيني قبل كده؟ ما شرفتش. يعني ما تعرفوش؟ لا بيه. براء. مفيش داعي لموظف محترم يتسكع في الشارع بالليل. اسفين يا استاذ. حصل خير. خير قوي. السلام عليكم. سعيده. سعيده يا سعاده البيه. الله، ايه اللي صحاك بدري كده؟ صحاني؟ اصل عندي جرد في الخزنه.
طب حضر لي الفطار قبل ما تنزل. انزل دلوقتي؟ قال انت مش لبست هدومك خلاص؟ فعلا لبست هدومي خلاص. السلام عليكم. صباح الخير يا بيه. انت دخلت ازاي؟ ما هي الست مدياني مفتاح قبل ما تسافر. انا قلقت حضرتك؟ لا ابدا يا معدو، بالعكس ده انا مبسوط قوي انك جيتي. خدمتك يا سي شريف. بقول ايه، في واحد صاحبي عايش لوحده ومحتاج لواحده تغسل له هدومه، تروحي؟ لا يا بيه، انا ما اروحش عند عزاب. خايفه من ايه؟ ما انا هروح معاكي. اصلي يا سي شريف انا جوزي بيغير عليا. هيغير عليكي من واحد عجوز مكحكح عنده 60 سنة؟ يلا يلا البسي وتعالي معايا. ما اقدرش، مش فاضيه غير يوم الحد. ما ينفعش السبت؟ الاثنين؟ لا يا سي شريف، عندي مواعيد، ما اقدرش. حتى انت يا ام عبدو عامله جدول؟ يا صباح الخير. ظهر حضرتك سيارة سارة جامدة قوي. ايوه في الاسم. اسم؟ ايوه في الاسم، اسم الحسابات يعني. براجع الميزانية، بحقق ودقق، فضلت احقق ودقق لما تهد حيلي. مالناش علاوة بقى في الموضوع ده؟ علاوة في الموضوع ده؟ عشان خاطر احمد، خد انت السبت والاثنين وادينا الحد. سوري، الحد عندي ميعاد مع واحدة انجليزية. كداب، الانجليز بيقفلوا يوم الحد. صح، بس بيفتحوا لي مخصوص. اخص عليك، اخص، ما تحاولش تعرفني بعد كده. ايه تعصيرتك بيا نهائيا؟ اخص اخص. تشرب حاجه يا بيه؟ هات لي زفت. حاضر، اجيبه لك مغلي. اللي تجيبه يلا. اعتبره خلوه عن يوم الحد. هات اخوه، مفيش غيره. عشان خاطرك بس. الله يخليك يا احمد. سبحان مغير الاحوال. او كده الزماله، او كده الصداقه. زفت ده بتاعي انا. ده زفت بحقيقي. تعالى يا ام عبده، خش. تعالى ما تخافيش. خش يا ام عبده. تعالى. امال فين اسم الله عليه صاحبك؟ ما انا صاحبي يا ام عبده. انت؟ ام عبده، انا بصراحه جايبك هنا عشان اعترف لك بسر خطير، سر كاتم على نفسي، معذبني. ام عبده، انا بحبك يا ام عبده. بتحبني؟ ومراتك زي القمر. انا ما هو عشق اللي عشق الروح ملوش اخر يا ام عبده، لكن عشق الجسد فاني فاني. ابعد عني يا راجل، انت لصوت وعين من الجيران. ام عبده، وطي صوتك، وطي صوتك، إلهي هتعدميه. خدي خدي. عشان ايه ده؟ انا ما غسلتش يد العادي. اعتبريه حق التاكس، وما فيش داعي مراتي تعرف اللي حصل. وانا هوريكوا وشي بعد كده، حد الله بيني وبينكم. حتى انت يا ام عبده، امال لو كنت بالكهرباء كنت عملت ايه؟ يا ساتر يا رب يا ساتر. لا اهدى اهدى اهدى، انا متعود على كده. ممكن تحذفوا لنا اجره التاكسي عشان نوصل الاسعاف لو سمحتم. ايه اللي جابك بدري؟ ايه عملت ايه؟ تعمل ايه؟ مش لاعب، بلا شقه بلا نيله.
يا راجل ده احنا عيال خايبه بالكتير قوي نقدر نتجوز. بصراحه معاك حق، احنا من يوم ما خدنا الشقه دي ما استفدناش منها بحاجه. فطر يعني ايه؟ هتدبس في الايجار لوحدي؟ انت على الاقل يا سيدي تستفيد منها. لكن احنا هنعمل بيها ايه؟ هنشرب فيها كازوزه؟ انتوا عايزين العجل يجيكوا لحد عندكم؟ اه بصراحه بقى احنا عايزين اكل مطبوخ وطبخه جنب منها. يبقى مفيش الا حل واحد. جاك حل وسطك، كل افكارك منيله. اسمعوني بس، هيتقدم لنا طوابير اشكال والوان، ننقي بقى اللي على كيفنا. اول مره تقول حاجه عليها الطلا. العب يا قفل. ليلتنا بيضه. كل واشرب في صحتي. هفضل اشرب في صحتك لحد ما اعدم صحتي. وماله؟ طب اتلم بقى زمان البت جايه. سعيد قبلوكي؟ ايوه. وهتروحي امتى؟ مش رايحه. نعم؟ ليه بقى؟ حد لاقي شغل الايام دي؟ الشغله دي بقى بالذات مش عايزاها. ليه بقى يا برلان؟ ده عمك حسين دخل على ما لقاها لك. لقاها لنفسه. قصدك ايه؟ قصدي انك بعتني للشغلانه دي عشان توصل لحاجه بتفكر فيها، واكيد حاجه مش شريفه. اخراسي. ايه؟ حسين انت بنتي، لو دينه ما اعبد ملك عندي غير الطلاق. برلنت يا بنتي اسمع كلام عمك حسين. حق عليا اللي لبستك ونضفتك وخليتك زي بنات البهوات. تعالي يا بنت، لو كان ابوك عايش ما كانش يعزك زي لسطة سكر. يلا يا حبيبتي روحي اغسلي وشك. ما تروق بقى يا سونا. لا يا اخويا ما تعكرش دمك، ده انا وبنتي برلنتي خدامين تراب رجليك يا حبيبي. احبك يا بنت الصيعه يا حبيبي. ايه مادي؟ اروح انا النهارده هقول لكم. انا اللي هحضر. اصل لازم انا الاول. انا اللي يبقى نعمل القرع. مفيش مانع نعمل القرع. نعمل القرع. جاهزين؟ كل واحد ورقه. التلات والجمعه، يبقى انا اللي هروح النهارده. المفروض ان انا صاحب الفكره، اتنازلوا لي عن النهارده. لا انت ولا هو. حسب الكادر الوظيفي انا اللي هروح. لا وزير مين يا واد؟ كادر مين؟ انت ما تشرفش. انا الطلبيه بتاعته. والنبي حضر لي الورق بتاع الشهور. الشركه طالبه تنشر صابون. افندي انا غاوب صحيح. نعم. ما تتفضل تقعد معانا تشرب قهوه. اتفضل. متاسف عندي شغل. شوفوا ما اقول لكم، ده حقي، واللي يحاول يتعدى على حقي هقطع رقبته وغير رقبته كمان. تقطع مين؟ ده يوم السبت ده بتاعي انا ولازم انا اللي اروح. شوفوا دي شركه، وان ما خدتش حقي هبوظها لكم. مساء الخير. اهو كده المواعيد ولا بلاش. ايه ده كله؟ كل ده شغل؟ على مهلك، اللي يخلص يخلص واللي ما يخلص ان شاء الله عنه ما خلص. شعرنا في الشركة راحت الموظف وطز في الشغل. احنا بتاع شغل. شغل ايه؟ اتفضلي. على فكرة انا مستبشر بيكي قوي بقى، من ساعة ما شفتك قلت ان شاء الله لازم الشغل هيبقى للركب بقى. ميرسي قوي يا استاذ شريف. استاذ ايه يا شيخ؟ ده كلام. خلي البساط احمدي. قولي لي يا شوشو. طب ممكن حضرتك تشرح لي طبيعة الشغل في المكتب هنا؟ هو زي ما تقولي كده يعني. ايوه. بنتسلى في اوقات الفراغ. اه هو انتم موظفين؟ انا رئيس حسابات شركة صابون لانك. صحيح؟ انت رئيس حسابات؟ اه رئيس حسابات شركة صابون لانك. بمضي امضة واحدة، امضة واحدة في البنك كل شهر، اجيب مهيات الموظفين كلهم. ها وتشيلهم في جيبك؟ وده معقول؟ ها؟ اشيل 10,000 جنيه في جيبي؟ لا بشيلهم في الخزنة عند فكري زميلي. اللي انا احلى منه.
طب عن اذنك هو ما اشتغل انا. مش لما تشربي حاجه طيب الاول؟ لا ميرسي مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ ده انا ورش، ده انا عاجبك قوي يعني. عنك انت. الله، انت متجوز؟ سعاد انا بخاف قوي من اللي متجوزين. ولا تزعلي، خلاص اتطلقت. يا ريلي انت حالك بسناني. ربنا يديم المعروف. شريف اتاخر، تلاقيه لايس وياه مبتدئ. مصيبه اللي يبوظ الدنيا وطفشها. دمدم كان لازم اروح انا الاول، محدش غير كان يقدر يمال دماغها. ربنا يستر. لا 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 انا ما بحبش كده. انا بس حبيت اشجعك، اصل الشغل كتير عليك. وبعدين ما تنساش ان انا سكرتيرتك. شيخه وبعدين معاك انت شاي قوي. ما انا مطلع اهو خلاص. يا خبر، لازم امشي، الساعه خلصت. برلنتي برلنتي من فضلك برلنتي. لا شغل بقى ولا شغل. قول لنا بقى عملتي ايه وبالتفاصيل الدقيقه. نهار اسود. ده انا عملت عمايل. هقول لكم ايه ولا ايه؟ ده حصل بلاوي بلاوي. اول ما فتحت الباب راحت مرميه في حوض. شدت شعرك؟ لو على شعري تهون. وما شدت ايه تاني؟ امتى بقى انفذ اللي في دماغي؟ ده انا بفكر في حته دين خطه بس اما يجي دوري. مساله مش محتاجه. دي حاجه سهله قوي. ايه يا استاذ شريف؟ ايه له دور؟ لا اصل كل واحد فينا له دور يا فندم. دور تمثيل؟ لا حقيقي يا فندم، ما هو كل واحد بيروح مرتين في الاسبوع يأدي الواجب اللي عليه. روح فين؟ مش فاهم. الجمعية يا فندم. أيوة فندم، جمعية الفضيلة سعادة البيه. وأخبارها إيه؟ يا خبر أبيض. بالليلة معاها. بالليلة فيها. قصدي يا فندم المحاضرة، ما هو كل واحد فينا له محاضرة يلقيها أمام الأعضاء. على العموم خلي الكلام في الجمعية للجمعية. تعال يا أستاذ شريف. حاضر. يرحم نفسه شوية. معلش، في المكان يتعب وهو صغير، هيتعب امتى؟ ربنا يديكوا الصحة يا ابني. الله يخليك يا طنط. ها، عملت ايه؟ احكي لنا اوام. احكي لكم ايه ولا ايه؟ ده كان مهرجان حب وغرام. جنننا انا. انها عملت. كمل. بعد كده ما اقدرش اقول حاجه، الرقابه هتشيلها. كل شيء جايز.
عقبال ما يجوز عليا انا كمان. يا حبيبي على الحمام والميه سخنه جميله. الله تنزل من فوق دلوقتي. حلاوه يا حلاوه على الدش نازل. تعالي الحمام اهو. تعالي في ايه؟ الحمام. حمام ايه؟ حمام. لحقت تنسي؟ خش خش. استاذ فكري ارجوك احترم نفسك. الله بعد الحمام هتحبيني اكتر من احمد. تعالي. الله ايه الموضوع بالظبط؟ هي شركة مراهقين ولا ايه؟ القعدة لازم تسخن. سخني. متأسفة ما بشربوش. اشرب انا. ما انا شارب المر في الشركة. مسكين بتتعب في الشغل؟ اهو عندك النهارده مثلا استلمت 50,000 جنيه. مش معقول. شلتهم بايديا دول. يا حرام. علشان كده تعب. اه طب اشرب. ودول بقى شلتهم فين؟ في الخزنه. 50,000 جنيه شلتهم في خزنه واحده؟ يو ده انا خزنتي تشيل 1,000,000 جنيه. وانت اللي مسؤول عنها؟ لوحدي. ايه يا كذاب. انا كذاب؟ طب مفتاحها اهو. طب اشرب. صحتك. وصحتك. برلانتي. بربوري. بربوري. بكره غرقك فلوس. بس المهم لازم تروح الشركه بكره. ايه المناسب؟ عشان نتاكد المبلغ وصل ولا لا. اسمعي الكلام. عايزين العمليه مقشره. يا واد انت مقشر. ايدك. في جماعه بيسالوا عن حضرتك. قول لهم مش فاضي. دي واحده ست. ست شكلها ايه؟ ما شفتش احلى من كده. برلانت هانم وموقفه بره. خليها تتفضل يا غبي. بقول لك اتفضل يا غبي. صباح الخير يا استاذ فكري. اهلا صباح. صباح نور. حاجة ساعة مدبولي. حاجة سخنة مدبولي. لحمة هتلاقي غدا مدبولي. ما نجيب زرنيخ احسن. اتفضلي عندي. وما تتفضلش عندنا ليه؟ طب وليه ما تتفضلش عندي؟ أنا معايا بطاقة. يا أي خدمة؟ لا يا فندم دي من الزبونة. أمال إيه حضرتها؟ دي خطيبة الأستاذ أحمد. خليك شاهد يا فندم. كانوا زعلانين مع بعض. فضغطنا عليها. والله ضغطنا عليها لحد ما جت هنا عشان نصالحهم على بعض. عيب ده. انتوا يا استاذ احمد الله يبارك فيك فندم. عقبالك. الجواز شيء عظيم طبعا يا فندم. بس انت عارف يا فندم المكتب للعمل والحاجات الشخصيه بره. تسمح لي اوصلها؟ اتفضل يا ابني. عن اذنك يا فندم. متشكر قوي. تعالى يا ست. على فين يا استاذ شريف؟ هتفرج. شوف شغلك احسن. استاذ فكري. افندم يا فندم. تعالى. حاضر يا فندم. برلانتي انا بتكلم جد.
مش معقول يا احمد تخطبني كده على طول. ليه؟ انت مش من اثار الحب من اول نظره؟ اللي يحب بسرعه يكره بسرعه. اكرهك؟ وده معقول؟ ده انت ملاك. انا مش عايزاك تندم في يوم من الايام على الكلام اللي انت بتقوله. مستحيل اندم على اني عرفتك. وانت عرفتني صحيح. قصدك ايه؟ مش جايز تغير رايك لو عرفت عيلتي. ملعون ابو عيلتك. قصدي كل ده ما يهمنيش. صدقيني يا برلانتي انا مش عايز غير موافقتك. أوعدك إني هفكر. لازم يعني؟ عشان خاطري. أمرك. ياه اتأخرت قوي. أوصلك؟ لا مفيش داعي، حد يشوفنا مع بعض. أصل عيلتي محافظة قوي، دقة قديمة. باي باي باي. جدع عاضين. مفتاح ايه ده؟ مفتاح كازوزة؟ ده مفتاح خزنة الشركة يا اف. وهي الشركة في الخزنة ولا الخزنة في الشركة؟ يعني هندخل الشركة ولا هندخل الخزنة؟ قصد اقول يعني. انت تسمع وبس. دي خريطة الشقة. مين؟ برلانتي. ليلتنا بيضة. الفلوس في الخزنة. يعني مش في الشركة. احنا هننط من السور اللي بين العمارتين. كلام سليم؟ كلام خطر. بتقولي ايه يا بت؟ حتى لو الخطة دي نجحت ما فكرتش في الشبان التلاتة اللي ممكن تروح في داهية؟ نعم. تكريش اتشعلقت في حد من العيال؟ ما حصلش. كل اللي انا عايز اقوله انه وشرف اللي ما حلفت بيه باطل. اقتلك. خلينا بشغلنا يا حسين. نطينا من السور اللي بين العمارتين وبعدين هندخل من شباك المطبخ. الفول يرفع سكينه الكهرباء وانت تحمي ظهري وانا بفتح الخزنه. المهم بعد ما نشطب على الخزنه هنخرج ازاي؟ من الباب العمومي زي البهوات وربنا امر بالستر. ونعم بالله. على فكره يا حسين امي بتسلم عليك وبتقول لك خد بالك مني. ليلتنا بيضة.
عملنا ازاي؟ الشركة فوق بتتسرق. وحشتني. يا لهوتي. كنت عامل ايه من غيري وانا مش هنا؟ من ايه؟ كداب. تلاقيك كنت داير على حل شعرك. ابدا والله العظيم. آه. ما حصلش. يعني ما شوفش الستات خالص غيري؟ خالص. ولا ام عبده. وايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ لا يعني عايز اثبت لك ان انا كنت مخلص خالص يعني. حبيبي. بتحبيني يا شرشر؟ صدقت؟ مش قوي. لسه بشك، عايزين نتأكد بقى. الو، حد يكلم الناس في وقت زي ده يا حيوان؟ كلام ايه ده يا استاذ شريف؟ مين؟ لما قصدي يا سياده المدير، افتكرت حضرتك حيوان تاني. انا اسف يا فندم، اسف جدا. افندم، ازاي يا فندم اجي الشركه دلوقتي؟ ما انا كمان عندي موضوع مهم. موضوع لسه جاي من اليابان. بقولك تيجي يعني تيجي. حاضر يا فندم، حاضر. اعمل ايه؟ اصل مدير الشركة عايزني دلوقتي. خلاص خلاص اتفضل. غصب عني. حظي ميت. قليل البخت يلاقي العظم في الشركة. نعم افندم، وعايز ايه يا استاذ اللي ساكن تحتنا؟ عايز اسكن عندكم. طيب. ليه بس كده يا فندم؟ ده انا عايز اخدم. اديني خدت الاجازه ومن هنا ورايح هطبخ لك كل يوم. قد كده بتحبيني؟ طبعا لازم اغذيك، مش كل يوم بتسهر في الشغل. اه فعلا. وبتقبض منه؟ لا بدفع. تدفع؟ تدفع ايه؟ قصدي بدفع تعب. بدفع تعب وحرق دم، ولا يعني فكرك يعني مثلا ان انا مأجر شقه ودفعت ايجارها؟ اه بحسب. وانا وش الحاجات دي؟ خلينا في المهم. ما تفتحيش، مش عايزين حد. وبعدين بقى؟ نعم. حضرتك الاستاذ فكري عبد الله؟ ايوه. سياده مدير الشركه عايزك حالا. دلوقتي؟ بس انا لسه بتعشى. انا بتصل بحضرتك من ساعه والتليفون مشغول. يعني اعمل ايه بس يا عالم؟ اخد معايا الحلل في الشركه؟ حاضر. ثبت من المعاينه ان الخزنه اتفتحت مفتاح طبيعي، مفيش اي اثار للعنف. والمفتاح بيكون مع مين؟ انا معايا نسخه وفكري معايا نسخه. مظبوط. وادي النسخه بتاعتي. وانت ما شفتش اللي اعتدى عليك؟ النور كان ضعيف يا بيه. يعني ما خدتش بالك من شكلهم؟ طوال قصيرين؟ لأن عند الله كانوا زي البقاء دول. يا راجل يا ضلالي، انت بتشوف عز الظهر لما هتشوف بالليل؟ طب دول كام؟ تلاتة. ممكن كل واحد منكم يقول لي كان موجود فين وقت الحادث؟ انا كنت نايم في السرير بحلم ونايم بحلم
لحد سياده المدير ما طلب. انا يا فندم كنت في السرير مع ماما بتحكي لي حدوته. وانا يا عيني لسه حمد ايدي عشان اتعشى. اللي سرق الخزنه كان عارف ان فيها مبلغ كبير. مين غيركم يعرف الموضوع ده؟ دول كاتبين عن السرقه هم. طب اقرا وسمعنا. ليلتنا سودة. استنى يا استاذ حسين. بيقولوا الفلوس اللي خدناها متنمره. متنمره؟ بيقولوا ان مالها في البنك. يعني مش هنقدر نصرفها. امال هنعمل ايه؟ نسيبها في المخزن لغايه القضيه ما تموت. جداول ايه اللي كنتوا عاملينها بينكم؟ جداول طاوله. اصل بنلعب طاوله على القهوه. والخطه اللي كنت عايز تبوظها لو ما خدتش حقك. حصل يا فندم بس كنت بتكلم على موضوع تاني. ايه هو؟ مين الست اللي جات المكتب يوم الحادث؟ معرفهاش يا فندم. ازاي؟ مش خطيبتك؟ وبالامانه خرجت توصلها؟ كباسني. يا حضرات اللي سرق الخزنه موجود معانا هنا في المكتب ده. يا فندم احنا ناس مش بنصح حاجات زي دي. مفيش اي حاجه في المحترمين يعني. ممكن اعرف ايه اللي يخليك تبات في الشركه؟ القرد السنوي يا حبيبتي. يعني هتقعد للسنه الجايه؟ لا 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 ما تقلقيش، كلها ساعه هكون عندك. يا شريف انا قلقان. طيب مع السلامه. مدام شريف حمدي؟ ايوه انا. اي خدمه؟ معانا امر من نيابه بالتفتيش. ادخلوا. هو ايه اللي حصل يا حضرة الضابط؟ خزنة الشركة اتسرق منها 50,000 جنيه. أنا مش قادرة أصدق إنه هيدخل السجن يا هدى. ولا فكري، فكري المسكين اللي هياكل عدس 25 سنة. لكن أنا متأكدة إنه بريء، جوزي بريء يا أم عبده. ألطف يا رب، الناس كلها بتخبط كف على كف، محدش مصدق. ميرسي يا أم عبده، أنا عارفة إنهم مظلومين، مش مظلومين برضه. ربنا وحده هو اللي يعلم. حاكم مرة كل مصيبة واحدة ست. شريف صنف تاني غير الرجالة كلها يا أم عبده. كلهم جنس واحد. الراجل منهم ما يصدق مراته تبعد عنه ويجري على السمكة ويقطع ديلها. سمكة؟ سمكة ايه؟ يعرف واحدة ست. شوفي يا استشوش، انت خيرك عليا ولا يمكن اسيبك على عماك. شريف يعرف واحدة تانية غير شهيرة؟ امال مأجر شقة يعمل فيها ايه؟ يلعب طاولة؟ جوزي انا مأجر شقة ومستعدة اوريها لك كمان. الله، وانت عرفتي ازاي؟ ما هو مفيش حاجة بتستخبى يا استهودة. مش مهم عرفت ازاي، المهم ان اتحقق بنفسي. تعالي معايا. الله، استنوا خدوني معاكم. لا ده انا لازم الحقه قبل ما يبوظ اخلاق جوزي. يا حبيبي يا جوزي. تبقى مصيبة لو النيابة عرفت ان احنا مأجرين شقة. حازم البوق، حازم، مش عايزين نترك اي اثر. انا مستعد اقف قدام 60 نيابه لكن مراتي لا. دي خيانه يا جدعان. الحمد لله. تاني مش معقول. شريف. شريف مين؟ انت هتوديني بداية؟ انا عمري جيت هنا. انت عايزه ايه؟ احنا قفلنا المكتب وهنسيب الشقه خالص. سعيد الاستاذ شريف موجود؟ موجود يا ست هانم، هو الاستاذ احمد استاذ فكري. فكري؟ امشي انا بقى يا ست هانم، احسن يقولوا عليا خربت بيوت. يا خبر، ما قلتوا عليا ايه في التحقيق؟ قلنا انك انت خطيبه احمد. والنادل انكر نهائيا انه يعرفك. كده برضو يا احمد؟ خفت عليكي، احنا نستحمل البهدله لكن انت ما تستحمليش المحاكم والسجن.
ايوه لكن انا متاكده من براءتكم. مش مهم تتاكدي انت، المهم ان النيابه تتاكد. طب هو في ساكتين كده ليه؟ لازم نتصرف. بوليس؟ لا مطراتكم، مراتك ومطرقه مراته. مراتي؟ سلموني للنيابه. فين؟ 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 رايح فين؟ ادخل هنا بسرعه. مش معقول، ده مكتبي اللي مأجره ب 30 جنيه الواحد ينور بوجودكم. فين شريف؟ فين فكري؟ شريف فكري؟ ايه اللي هيجيبه من هنا؟ البواب قال انهم موجودين هنا. ايوه اما بواب فتان صحيح. يا ست هاني يا انسه مدام. اتفضل يا استاذ انت والهانم عشيقتك. اتفضل. وليه ما تكونش عشيقه البيت؟ يا جماعة انتوا فاهمين غلط. انت تخرس خالص. ايوه انت تخرس خالص. طيب انت مالكش دعوة بينا. طبعا هيجيبوا فلوس منين علشان يصرفوا على الهانم؟ لازم يسرقوا. يا شرشر الحقيقة اخرس يا خاين. حتى ام عبده هي دي الاعمال الشاقة اللي حضرتك بتشتغل فيها بعد الظهر. يا هانم اسمحي لي افهمك الموضوع. ما تقفش البيت بتاعك. طلعني كله منك انت. ليه؟ خد يا هانم المسألة. فتشوا الشقة. حاضر يا فندم. هو ده بقى وكر المزات. لا يا فندم وكر ايه؟ ده مكتب محترم. طبعا محترم. ما فيش لا بيجامات ولا ازايز خمرة ولا حاجة. ابدا ده شغل. ده اهو ده شوية ورق شوية لسه كلام فارغ. كلام فارغ خالص. حمام الهنا يا سي حسين. يا وليه يا بطلي قر. مطرح ما يسري يمري. حرام عليك، دول مساكين، ليه تحط لهم الفلوس وسط الورق؟ عشان التهمه تلبسهم. يعني هيروحوا في داهيه؟ مش احسن ما نروح احنا؟ اتكلم عن نفسك. ليه؟ مش كان ليكي دور معانا في العملية؟ يعني لو جرى حاجة أنا وأنت هنتاخد في كلبش واحد. لا يا سي حسين، بنتي مالهاش دعوة، هي عملت كده علشان ما تزعلكش. كده؟ على العموم لازم تفهموا إن لو حد فتح فيكوا بقه بكلمة أنا مش هسكت. هجرجركم في أرابيزي. البت مفهوم؟ هتعمل ايه يعني؟ بدل ما اخش لومان بسرقة هخش بقتيل. حوا خسارة الحلاوة دي في التوبة بدري. خلينا مدارينا احسن. والتهمة لابسة المغفلين التلاتة زي ما تكون متفصلة عليهم تمام. عجبك كده وش المصايب؟ هدي احنا بقينا حراميه. الله فكري بيضربني الحان يا فكري. الحقك على حبل المشنقه. مراتي انا اتطلق بسببك. انا يا جماعه ما يصحش. انتوا لكر واحد. ولكر واحد ايه؟ انت فاكرنا ايه؟ حراميه. الله وماله؟ وماله في حاجه اسمها وماله؟ ريحته وحشه. ريحته وحشه خالص. امسك. امشي. ما تستحمى يا اخي استحمى. اقعد. نتفاهم بالعقل؟ مفيش بيني وبينك كلام. طب اسمعني انت. امشي من جنبي، ما تشبهنيش بوفك معايا. امشي. الفلوس دخلت الشقة ازاي؟ مين غيرنا كان بيجي؟ برلن تي هي
يا بريلانتي. هدى، ايه اللي جابك هنا؟ واحدة اتصلت بيا وقالت ان عندها معلومات عن الحادث. نفس الكلام اللي قالته لي في التليفون. يا ترى مين؟ هنعرف دلوقتي، بس يا ريت صحيح تقدر توصلنا للدليل على براءتهم. نعم، انتي لسه بتفكري في شريف؟ لا طبعا، انا تهمني سمعتي مستقبلي. النهارده مدير المحل الدنيا اجازه، خاف الزباين تشاور عليا وتقول مرات الحرام اهي. ولا انا ده انا بشوف المر في المدرسه. دي مصيبه يا هدى، كارثه. صباح الخير. قبل ما نتكلم في المهم، احب اقول لكم ان مفيش بيني وبين رجالتكم اي حاجه. كلكم بتقولوا كده. انا كنت مجرد سكرتيره في المكتب. ايه دوري عليه صدقك كده. يبقى مفيش داعي اقول لكم انا كلمتكم ليه في التليفون. استني، صحيح انت تعرفي حاجه عن اللي سرق الفلوس؟ الله، طب ما انتوا بتحبوهم اهو. الراجل اللي ما بيرتاحش في بيته لازم يدور على حته تانيه عشان تريحه. يا سلام، يعني نسيب شغلنا بقى ونقعد لهم؟ محدش قال كده، لكن جوزك له حقوق عليكي، لازم تهتمي بيه، لازم تقفوا جنبهم وقت الشده، لازم تساعدوهم عشان يثبتوا براءتهم. براءتهم؟ مش هما اللي سرقوا. امال مين؟ مش شريف ولا فكري ولا احمد. أحمد؟ ماله أحمد؟ سلمولي عليه وقولوا له فتش عن السكر، يمكن يوصل لحاجة. باي. فتش عن السكر؟ دي فزورة. ما تطوليش ايدك، كفايه اللي عمله الاسفلت جدتي. احب الفت نظرك، ممنوع سيره الاب والام. يا ختي، ازيك يا فكري؟ ازاي صحتك يا شريف؟ انا كنت بهرب ساعه ما طلبت الطلاق يا حبيبي. يعني متاكده اني بريء؟ وانا كمان، انا متاكده انك مش ممكن تخوني. سامع يا ظابط؟ افتح محضر واثبت الكلام ده. الله، مش لما نجيب الدليل. هو فين ولا اروح له؟ برلانتي، برلانتي هي اللي حدلنا. برلانتي هي اس المصايب دي كلها. ايوه، طوروا عليها. هاتوها. هدي نفسك يا حبيبي، هي بعت رساله لاحمد، هو مش معاكم؟ امال انا هكون محبوس فين؟ في مين هاوس؟ هي قالت لنا نقول له. قفتش على السكر؟ قفتش عنه فين؟ في الجمعيه. اسكت انت خالص خالص. ما تفكر يا احمد، اعمل طيب مره واحده في حياتك وحل لنا اللغز ده. ما هو ده شيء ما يتفهمش. قفتش على السكر ليه؟ هو انا ايه، نمله؟ وصلت ليلتنا بيضة. اجهز اجهز. حقي لازم اخد على داير المليم. ولا احنا يعني كنا عاملينها غية؟ الفلوس دي مش هيطلع منها حاجة، ولا اقوله يتسمع مفهوم؟ يلا. ده انا موت قتيل ولا تسيبش حقي. طب غور موت في حتة تانية. يلا وانت انكش قبل ما سيح دمك. يلا يلا. انا هرجع الفلوس. بتتكلم جد؟ مفيش منها فايدة، حكومة رصد مرها، خصوصا بعد البوليس ما افرج على المغفلين التلاتة. افرج عنهم امتى؟ انت ما عندكيش خبر ولا ايه؟ طب الحمد لله. ابقى رجعهم بقى، عيب، احنا ناس بتوع ربنا. تعالي معايا نجيب الفلوس من المخزن ونفكر سوا ازاي نرجعهم. هنتصرف، المهم ترجع. تعالى يا فندم. فتش عن السكر يعني فتش عن حسين سكر. هو اللي سرق الفلوس. راجل ضلالي، عينه كانت بتزوق على الخزنه كل ما افتحها قدامه. يا فندم ادينا فرصه نجيبه هنا ونجبره على الاعتراف. بس اهدوا شويه، خلونا نشوف طلبكم بالافراج المؤقت. اهدوا شويه. فين حسين سكر؟ مش عايزين لف ولا دوران. والنبي يا حضره الظابط، راح مع بنت المخزن. بيعمل معايا في المخزن؟ رد على الظابط. راح يجيبوا فلوس الشركه. المخزن ده فين؟ فين يا وليه؟ رد على حظ الظابط. مش انا الظابط.
امال مين فينا الظابط؟ انا الظابط، انا الظابط. هقول لك يا حضره الظابط، دي وزة الشيطان، وبكره كل شيء يرجع لحاله. ده حد سي حسين. قولي لاخويك فين المخزن؟ خافي. ادي المبلغ كله، مش ناقص غير الشوية اللي حطناهم في الشقة. ما هو البوليس أخدهم. الحمد لله، تبقى ذمتنا خالصة. يلا خلصونا من البلوة دي، طلعوه بره بره. أساعدكم؟ لا، أنت ارتاحي. بقول لك ايه، تعالي. ليه؟ ادخلي هنا. في ايه؟ ادخلي جوه. ليه؟ يلا. ايه ده؟ يا رب ده. اغمى علينا، مش هتفوق الا بعد ساعتين ثلاثة. ولما تفوق تبلغ عنا. نكون بره البلد كلنا. يلا يلا يلا. لم النعمة يا مغفل، لم. لم يا هفلي لم. محدش يتحرك من مكانه. سيب الفلوس دي مطرح. البوليس عرف مطرحكوا، هتروحوا في داهية. اوعى. هتعمل ايه؟ اوعى تدور. اوعى تدور. اتفضل روح بقى شرف، تعالى جيب انت كمان. تعالى برلانتي. يلا برلانتي. انا بحبك يا برلانتي. وانا كمان عايز اتجوزك. وانا كمان. تشهد على العهد ده فكري؟ انا اشهد. وانت يا شريف؟ اشهد. لا اله الا الله. الحقونا! حد يفتح الباب يا ناس! حد يلاقي الصابون دلوقتي؟ افتحوا الباب! افتح الباب! طب اروح اتجوز وارجع استحمى عندكم! سلم نفسك! يا مامد! انا حاضر على طول! يا بيضة! افتحوا الباب يا فجر! افتحوا الباب يا عالم! ابعتوا حد يليفنا بقى! حموش يا اخوانا! خلاص خلاص! اهلا يا شاويش! انا ما عملتش حاجة! اهلا يا شاويش! انا ما عملتش حاجة! انا عملت بقى! انا عملتها على روحي! سعيدة يا أبلة! لا يا حبايبي، النهارده اجازه مفيش درس. ليه يا ابله؟ اصل الاستاذ موجود في البيت. الله العظيم. طب ايه رايك بقى انها لا حامل ولا حاجه؟ ايوه مظبوط، دي خدعه. لا مش خدعه. وشرفك خدعة بس محبوكة. والله العظيم تلاتة انها حامل. وايش عرفك انت؟ ما انا ال ال يعني انا ال انا انا جوزها البقف. هو انت؟ مساء اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. يا مرحبا. أهلا. لقيت اعلان في الجورنال، مطلوب سكرتيرة حسناء ذات قوام ممشوق وعيون واسعة سريعة البديهة في ارسال النكتة. يا حبيبتي انت تعينتي سكرتيرتي مدى الحياة. احمد. انا عايز جمهورية.
مفيش جمهورية. بطة سبع سال البطاطس ثمانية. أنا بيحصل لي كده ليه؟ أكونش بخون مراتي؟